دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباحكم أحلى صباح، إن شاء الله تكونوا بخير، طاقاتكم تكون ممتازة، تتطور الأحداث بالنسبة لبرج الحمل، الدعم المعنوي يرافقك على طول النهار، الثور تتعدد اللقاءات، راك تعيش فرحة مفاجئة مع نهاية الشهر الحالي، والجوزاء عنده قرارات حاسمة على الصعيد المهني، رد بالك لتتردد، والانفراجات المهنية من نصيب برج السرطان، فما اتفاقات جديدة بالنسبة للخدمة الحالية، الأسد راك ترتاح من برشا ضغوطات عشتهم من مدة، فترة ممتازة على كيفة الأسعد، مواليد الأسد كلكم محظوظين في نهار اليوم، هذا حسب الفلكية كارمن شماس. دعم كتير كبير، هناك فرحة فيها تكون كتير كبيرة، احتفال دعم بحالكم، مبسوطين بحالكم، شايفين حالكم قد الدنيا، فما تخافوا من شي، بالعكس تماما كلكم فيكم تكونوا محظوظين. ما يبعدش برشا على حظوظ برج الأسد، إن شاء الله يا رب يعينك، نحبك تنجز المطلوب واستنى بشرة خير. الميزان نهار اليوم يحكي على تغييرات، فما اتصالات تخص سفرة، ومع نهاية الأسبوع الحالي استنى مفاجأة. العقرب راك تتجاوز خلافات الماضي والأيامات الجاية، تحكي على قرار يخص سفرة مهنية. القوس دبة دبة وتوصل تحقق كل أمنياتك، وكان على الجدي فرصة السفر في القريب العاجل، زيد نهار اليوم يحكي على اتصال، يحكي على تليفون من العزيز على القلب، ولقاء في القريب العاجل. الدلو راهي تتسارع الأحداث والتجارب، راهي أجواء إيجابية نهير الفرحة والمؤشرات كيف ما حكينا اللي باش تكون إيجابية. ونختموا مع حوتنا، وقاية تراجع روحك في بعض القرارات، هوني نحكي على الصعيد المهني. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.